السلام عليكم الزلف الاول. اليوم راني زعفان زعفان زعفان، راني على المباشر من ولايه بسيله، واحد بلديه سموها بوبوطي سايح. والدرك الوطني جاوا التعليمات بالمافيا تاع 40 سراق باه يبلع لكاز رشيد، باه يوصل للفيلاج تاع عائله عياشي. وعلى بالكم بلي اتصلت مع شركه امريكيه باه يخرجوا خونا عياشي من البير اللي راح فيه هادو 6 ايام. وجاو التعليمات بالمافيا تاع 40 سراق باه الدرك الوطني بلع لي باه نوصل هذا الفيلاج. وشوفوا بعينيكم، شوفوا بعينيكم الدرك الوطني جاو التعليمات باه يسكرتوني حتى شلف، باه يمنعوني نوصل في الفيلاج تاع عائلة عياشي. وهذه حاجة خطيرة جدا. ما هو الهدف تاع المافيا تاع 40 سراق؟ الهدف تاعهم يوسخوا الصورة تاع الدرك الوطني، والهدف الثاني يوسخوا الصورة تاعي باه يبينوا قدام الشعب الجزائري باللي ما عنديش الكلمة. وهذه حاجة غراف غراف غراف. ما نخلوش هذه المافيا توسخ الصورة تاع المؤسسة الأمنية، وما نخلوش هذه المافيا تاع 40 سراق توسخ الصورة تاعي كمواطن جزائري اللي يبغي يعاون خوه جزائري سي عياشي. وعلى بالكم باللي حكومة جزائرية ما دارتش اللازم باه تعاون سي العياشي باه تخرجوا من هذا البير. وعلى بالكم باللي كاين كل امكانيات في هذا البلاد، وعلى بالكم في الصحراء كاع الشركات يقدروا يخرجوا الغاز حتى 2000 متر، حتى 2000 متر تحت الارض ويخرجوا الغاز الصخري. الريزو راه حابس في الصحراء، يقدروا يخرجوا الغاز البترول الغاز الصخري حتى 2000 متر و 30 متر ما يقدروش يخرجوا خونا بالبير. هذه ما تخرج كاع في الراس. شوفوا بعينيكم كيف الدولة اللي تقدر تخرج الغاز الصخري 2000 متر تحت الأرض ما تقدرش تخرج خونا عياشي اللي راه في البير اللي فيه 30 متر برك. هنا تشوفوا بعينيكم باللي كان السابوتاج في الحكومات الجزائرية. هذه الحكومات 40 سراق ماهيش باغية الخير الشعب الجزائري. وشوفوا بعينيكم تو التعليمات الدرك الوطني باه ما يخلونيش نكمل طريق تاعي حتى الفيلاج تاع خونا العياشي.